الرحمن الرحيم. النهارده شرفنا بالحضور 28 نائب، هم من مجموعه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. الحقيقه كلهم من نواب القائمه. نواب القائمه احنا استقبلناهم على مدار الثلاث ايام وخلصنا تقريبا 95% من بطاقات العضويه والحقائب البرلمانيه على مدار الايام الثلاثه الماضية. كان في مجموعة متبقية قدمت طلب مجمع ان هم يعني ييجوا مع بعض، فالحقيقة يعني احنا استقبلناهم النهاردة كنوع من انواع الدعم والمساندة لأي تجربة شبابية. كنا في استقبالهم النهاردة زي كل يوم، القاعة كانت مفتوحة والمتحف كان مفتوح، استمعوا لشرح مبسط للقاعة والمتحف، جم استخرجوا بطاقات العضوية واستلموا الحقائب البرلمانية، واليوم الحمد لله كان بسيط كده. احنا تقريبا يعني تقريبا 100% من نواب القائمة استلموا بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية. طب وبالنسبة ان شاء الله للنواب خلال اللي هيجوا خلال الايام اللي جاية، ليهم برضو حقائب مخصصة ليهم؟ طبعا احنا الحد والاثنين والثلاث منتظرين النواب بالنظام الفردي. بكرة إن شاء الله الحد عندنا القاهرة والجيزة والأليوبية واسكندرية ومطروح بواقع 90 نائبا. بعده عندنا 108 نائب شرق البلاد، وبعد كده جنوب البلاد بواقع 84 نائب اللي هي المنيا وبني سويف، وإحنا نازلين بقى. طبعا كل حاجة إن شاء الله جاهزة، تدابير متاحة، الحمد لله الكل متعاون معنا، الروح طيبة من العاملين والنواب. نلمس جميعا ان في روح جديدة يعني بتدب في البرلمان، يعني ان شاء الله تبقى فتحة خير على العملية التشريعية وعلى البلد بإذن الله. ان شاء الله وبالتوفيق يا رب.